فعاليات المؤتمر والحدث الأبرز والأهم محليا وكذلك أيضا على الصعيد العالمي، مؤتمر تغير المناخ COP27. هذا المؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية واسعة النطاق من قبل رؤساء الدول والحكومات والذين توافدوا هنا إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك لحضور فعاليات المؤتمر بالإضافة إلى العشرات أيضا وعدد كبير جدا من المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، كل يعني الجهات بتشارك في هذا الحدث الأبرز هنا من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، المدينة التي أصبحت تتعلق بها كل الأنظار والعقول، وذلك لنجاحها في التحول إلى نموذج ملهم أمام العالم بأسره كمدينة خضراء. مساء الخير يا يوسف، وطبعا إحنا يعني بنشعر قد إيه أنه المظهر والمنظر الحقيقة مبهج جدا، وإحنا هنا مع حضرتكم من قاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ اللي بتعج بالآلاف الحقيقة من الحضور نظرا لأهمية هذا المؤتمر. حقيقة ريهام مساء الخير. أولا إحنا النهاردة العالم كله بيتابع وبيشاهد وأنظار العالم كلها تتجه إلى مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. بجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا هنا في قمة التنفيذ. التنفيذ يعني تنفيذ التعهدات، الوفاء والالتزام بكل ما تم التعهد به من خلال المؤتمرات السابقة أو القمم السابقة، من باريس 2015 مرورا بجلاسكو ووصولا إلى شرم الشيخ. فالعالم كفاه تعهدات لا تنفذ، كفاه آمالا لا تتحقق، كفاه وعودا لا يتم الوفاء بها. الآن كوكبنا يئن ويمرض، وزعماء وقادة العالم هنا في مصر على أرض السلام، على أرض مدينة شرم الشيخ، يحاولون وجاهدين لوجود حلول جذرية وواضحة ومحددة كما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة أثار تغير المناخ. رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، قمة التنفيذ، كانت مباشرة وواضحة وصريحة ومحددة إلى قادة العالم أجمع، 110 من قادة وزعماء الدول والوفود المشاركين ولفيف من الشخصيات المشاركة في هذه القمة، قمة COP27، ولعلها من أهم القمم الآن على مستوى العالم، على المستوى السياسي وعلى المستوى المجتمعي وعلى المستوى الاقتصادي أيضا. الأرض، كوكب الأرض، كما قال السيد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نحن في طريق نقطة اللاعودة، نحن أمام تغير المناخ، العدو الذي لا يهزم سوى بتكاتف الجهود، كما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأمال لا تزال موجودة بتكاتف الجميع والوفاء بالالتزامات لحماية كوكبنا من الاحتباس الحراري الذي تتسبب فيه الكيانات العظمى. بالفعل يعني يوسف أشرت إلى الكلمات المهمة طبعا الخاصة بالسيد الرئيس والرسائل الواضحة التي أطلقها في الكلمة الافتتاحية في جلسة الافتتاح الرسمي لمؤتمر COP27، والتي تحدث فيها عن أهمية تعزيز العمل المشترك وأن يكون المجتمع الدولي يد واحدة في مواجهة القضية الأخطر. هذه القضية، وكما ذكر السيد الرئيس، هي القضية الأخطر من قضايا القرن نظرا ل هذه المخاطر التي تهدد كوكب الأرض، فقد تحدث عن الكوارث التي تزداد يوما بعد يوم، وبالتالي لابد من دعم العمل المشترك في مواجهة كل هذه التحديات والآثار الغاية في الخطورة التي تهدد البشرية بالكامل. ومن هنا نؤكد أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يجعل مصر تضيف إلى دورها الريادي والمحوري، لأنه سوف تخرج من هنا، من أرض السلام، من مدينة شرم الشيخ، القرارات الفورية والعاجلة والمصيرية التي سوف تعمل على إنقاذ كوكب الأرض والبشرية بالكامل من الآثار السلبية. سوف يتم العمل على إلزام الدول التي كانت متسببة بشكل أساسي في هذه الآثار الخاصة بالتغير المناخي لإنقاذ الدول الأكثر تضرراً، الدول النامية والدول الفقيرة والدول الإفريقية بشكل خاص، لأن مصر هي ممثلة للدول الإفريقية.
الإفريقية. السيد الرئيس تحدث بشكل أساسي على أن مصر استطاعت أن تبذل جهودا كبيرة في سبيل الحد من الآثار الخاصة بالتغير المناخي من خلال المبادرات التي أطلقت بدءا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ثم المبادرات المختلفة اتحضر للأخضر وغيرها أيضا، وربما البرنامج الوطني الخاص بالاستثمار في مجال المياه والطاقة والغذاء نوفي والمتعلق بالتمويل والاقتصاد الأخضر والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشروعات التي تستخدم في هذا الإطار والاستثمار في هذا الإطار. ربما هذه المبادرات بتضرب أروع الأمثلة على اهتمام مصر وكل الأجهزة المعنية والتي تعمل كخلية نحل، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التي ينعقد من أجلها هذا المؤتمر، الحد من الآثار السلبية الخاصة بالتغير المناخي والتكيف مع التداعيات الموجودة بالفعل، بالإضافة أيضا إلى العمل على التمويل وإلزام الدول الكبرى بكل تعهداتها التي تعهدت بها في المؤتمرات السابقة تجاه الدول الأكثر تضررا والأكثر فقرا أيضا. التمويل مسألة ربما يراها بعض الدول من الكيانات الكبرى أنها هبة أو مساعدة، ولكن لا يخفى على أحد أو ربما تتدارك الأمور ويدرك تدرك هذه الدول الكبرى أن هناك ما يسمى بالنزوح أو اللجوء المناخي. بعض الشعوب أصبحت في حالة هروب من أوطانها نتيجة للتغيرات المناخية، فالآن الوفاء بهذه التعهدات وبمسألة تمويل الدول النامية والدول الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي أصبح أمرا ملحا. فإذا كانت أنظار وعقول العالم تتجه الآن إلى شرم الشيخ، فهي تتجه أيضا إلى الضمير الإنساني. لا يخفى على أحد الآن الظواهر المناخية المتكررة في السنوات الأخيرة، فيضانات هنا وزلازل هناك، جفاف هنا وحرائق هناك، أمور كلها أصبحت مستجدة على الواقع الإنساني وعلى الأرض. الأرض كما ذكرنا في حالة غضب، مجرد درجة وواحد من عشرة فعلت كل هذا في كوكبنا، فما بالكم مشاهدينا وما بال كل القادة وكل الشعوب وكل المشاركين في هذه الأزمة إذا ارتفعت هذه الدرجة إلى درجة ونصف ثم إلى درجتين ثم لا قدر الله إلى ثلاث درجات. هناك إنذارات وإنذارات حمراء بوقوع المزيد من الكوارث. المسؤولية مشتركة ما بين الأفراد والمنظمات والحكومات والدول المصنعة الكبرى، وأيضا التأثيرات مشتركة. الكل يعاني من تبعات التغير المناخي. الأمر لا يقتصر على دولة بعينها ولا على نظام بعينه ولا على دولة غنية أو دولة فقيرة، الكل يعاني، ولكن هناك من لا يتسبب بنسبة أكبر أو بنسبة كبيرة من هذه التأثيرات، ولكن يتضرر بنسبة أكبر نظرا لنموها أو لقدرتها الاقتصادية على مسألة التكيف. وهنا يجدر بنا الحديث عن أمرين مهمين، إما التخفيف وإما التكيف. التخفيف هو يقع على عاتق الدول المصنعة الكبرى من خفض الانبعاثات الحرارية، وربما الأمر أصبح ملحاً الآن ونحن نتحدث عن أزمات اقتصادية ربما تدفع بعض الدول أو ربما أعلنت بعض الدول في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية وتحديداً في مجال الطاقة العودة إلى الوقود الأحفوري، وهذا أمر يتنافى تماماً وكلياً وجزئياً مع ما تنعقد من أجله هذه القمة هنا في مدينة شرم الشيخ، أولى المدن المصرية التي عرفت طريقها إلى المستقبل الأخضر. فهذه الدول إذا كانت تفكر في العودة إلى الوقود الأحفوري فهي تضرب كل التعهدات السابقة في مقتل. الأمر الآن لم يعد يحتمل الاحتمالات من وقوع كوارث أم لا. نحن نشاهد بالفعل وقوع كوارث. المسؤولية مشتركة والتأثيرات تقع على عاتق الجميع. المسؤولية مشتركة، وكذلك أيضا من يحاول أن يسهم في الحلول أيضا هي مسؤولية مشتركة ما بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص أيضا له دور أساسي في الوصول إلى الحلول. وربما
هذه هي النقاط الأساسية التي سوف تتمحور حولها الأيام التي ينعقد فيها هذا المؤتمر. فسوف تكون هناك أيام بتحمل عناوين مختلفة: يوم العلم، كيفية استخدام العلم في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، الآثار السلبية للتغير المناخي، كذلك أيضا التنوع البيولوجي، أيضا النوع الاجتماعي، كيف يمكن إشراك الشباب والمرأة أيضا لكي يكون هناك وعي أكبر بهذه الظاهرة الخطيرة، بالإضافة أيضا إلى التمويل، ونكرر مرة أخرى التمويل ودعم هذا الموضوع لأنه هو السبيل الأساسي لإنقاذ الدول المتضررة من الآثار السلبية للتغير المناخي. هذه هي العناوين الخاصة والموضوعات الخاصة بالأيام التي سينعقد خلالها هذا المؤتمر. كذلك أيضا نود أن نشير إلى أهمية هذا المؤتمر، ومثلما أكد السيد الرئيس أن هذا المؤتمر بينعقد في توقيت بالغ الحساسية، توقيت بيعاني العالم بأسره من تبعات أزمة كورونا ومن الأزمة الحالية الروسية الأوكرانية وبشكل خاص الأزمة الاقتصادية، وبالتالي لابد لهذه الأزمات وللموقف الجيوسياسي بالكامل بكل تفاصيله لابد ألا يؤثر على الأولوية الأولى الخاصة بهذا المؤتمر، مؤتمر تغير المناخ، لأنه بالتأكيد هذه الأزمات بتؤثر بشكل أساسي على كل دول العالم وعلى المنطقة وعلينا جميعا، ولها أيضا الكثير من الآثار التي تنعكس أيضا على المناخ وعلى التغير المناخي، الآثار السلبية للتغير المناخي التي تؤدي إلى الكوارث الطبيعية مثلما ذكرت يوسف، والتي ينجم عنها الآلاف بشكل متكرر من الضحايا والمصابين والنزوح والهجرة غير الشرعية. إذن هناك الكثير من القضايا المرتبطة بالقضية الغاية في الخطورة وهي قضية التغير المناخي، وهذا هو ما يعطي الأولوية والخصوصية لهذا المؤتمر، مؤتمر التنفيذ أو معا للتنفيذ بضرورة التصدي لكل الآثار الخاصة بالتغير المناخي من خلال التنفيذ لكل التعهدات التي سبقت في القمم السابقة، وتنفيذ أيضا كل ما ورد في اتفاق باريس والتزام جميع الدول بتنفيذ هذه التعهدات، وذلك وفق إطار زمني معين. أيضا في هناك نقطة في منتهى الأهمية تم التطرق إليها ولأول مرة في مؤتمرات المناخ، وهي معالجة الأضرار ومعالجة كل ما يتعلق بالأضرار. هذا يعني المصطلح بشكل خاص يتم التطرق لي لأول مرة وبشكل أساسي كان في اليوم الأول من هذا المؤتمر، معالجة الأضرار الخاصة بالتغير المناخي، وذلك فيما يتعلق بالدول الأكثر تضررا، الدول النامية والدول الأفريقية. قمة المناخ كوب 27 في هذه في هذا العام هي قمة التنفيذ كما أشارت زميلتي ريهام، وتنفيذ التعهدات والوقوف بخطوات واضحة ومحددة لكيفية الوفاء، وفاء الدول الصناعية الكبرى، 26 دولة ملزمة بتمويل الدول النامية فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية. هذه القمة والتي بدأت فعالياتها أمس يوم 6 نوفمبر وتنتهي في 18 من هذا الشهر، بدأت بجلسة إجرائية، واليوم بدأت الجلسات الرسمية وفيما وتحديدا الشق الرئاسي والمستمر ليومين. لابد أن يدرك الجميع أن هذه القمة ليست قمة رئاسية فقط، وليست قمة على مستوى المنظمات والحكومات، منظمات المجتمع المدني والوفود المشاركة وحتى المهتمون بالبيئة فقط، هي قمة موجهة لكل فرد على هذا الكوكب. كل منا عليه مسؤولية تجاه هذا الكوكب الذي نعيش عليه. ربما ينفي البعض حتى الآن أو الكثيرون حتى الآن من المواطنين والبشر الغير مهتمين بمسألة التغير المناخي أو البيئة بوجه عام، ربما ينفون أن هناك أزمة في أزمة التغير المناخي، ورغم ذلك الكل والجميع يتساءل عن الكوارث البيئية التي تحدث يوما بعد يوم، وكما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات تزيد وتزداد يوما بعد يوم إذا لم يتكاتف الجميع من منطلق إنساني في المقام الأول والأخير لحماية هذا الكوكب. البعض يرى أن التغيرات المناخية ربما يكون لها أسباب أخرى، ولكن
كل فرد وأبسط الأمور التي يفعلها البشر العاديون كل يوم. إلقاء ورقة القمامة على الأرض هو مسألة، هي عدوة للبيئة. كل التصرفات البشرية ربما يراها البعض أنها مسائل عادية، ولكنها في النهاية تؤثر على كوكبنا الذي نعيش عليه. لابد أن نحافظ جميعا على هذا الكوكب. بالتأكيد يوسف، وربما هذا هو الدور اللي بتقوم به مصر في استضافة هذا المؤتمر لكي تخرج القرارات الأساسية والتي ستوضع موضع التنفيذ من هنا من أرض السلام. ربما في نقطة أخيرة على أن مصر بالفعل بتضرب أروع الأمثلة في الالتزام بكل ما يتعلق بمكافحة الأثار السلبية والحد من الأثار السلبية للتغير المناخي. كانت هناك أول رحلة تجارية لشركة مصر للطيران التي تعتمد فيها على الوقود المستدام، وذلك في إطار الحفاظ على يعني الحد من التلوث البيئي، وكذلك أيضا يعني الحد من استخدام الوقود، لأنه النقل ووسائل النقل وبشكل خاص النقل الجوي من أكثر الوسائل التي تسهم بشكل أساسي للأسف في زيادة التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة بشكل كامل. وبالتالي كانت هذه الرحلة هي يعني بداية لاستخدام وقود مستدام للحفاظ بشكل أكبر على البيئة. هذا أيضا إضافة إلى المنطقة الخضراء اللي بالفعل هي منطقة على شكل زهرة اللوتس الموجودة أيضا هنا في مدينة شرم الشيخ، بها مساحات واسعة خضراء، وهذه المساحات الواسعة أيضا يوجد بها مباني، هذه المباني مصنعة من مواد معاد تدويرها لكي تضرب أروع الأمثلة على كيفية التحول إلى الطاقة النظيفة، وأيضا استخدام كل ما يحافظ على البيئة والحد تماما من استخدام كل ما يضر بالبيئة والحد من الأثار السلبية للتغير المناخي. ومدينة شرم الشيخ في حد ذاتها هي أيضا بتضرب أروع الأمثلة منذ أن جئنا إلى هنا، والمساحات الخضراء الشاسعة ووسائل النقل بشكل خاص الحافلات التي تستخدم الكهرباء والغاز الطبيعي لكي تؤكد على أننا هنا في مصر نلتزم تماما بكل ما يحافظ على بيئتنا وعلى كوكبنا. وننتظر المزيد إن شاء الله خلال الأيام القادمة من القرارات التي سوف تفعل في هذا المؤتمر الأهم والأبرز على مستوى العالم. شكرا لك ريهام، وشكرا لكم مشاهدينا، وكما نؤكد دوما التكاتف والوحدة من أجل حماية كوكبنا هي واجب حتمي ورسالة إلى الجميع. يجب أن نحافظ جميعا على كوكب الأرض.